انت قضيت الموسم الماضي مع بتلعب مع فريق انجيل فرنسي في الدرجه الثانيه. كنا بنشوف كتير محمد علي بياخد جوائز الحارس الاسبوع او عامل ارقام كويس وفي عدد التصديات. تقدر تقيم تجربتك في فرنسا ازاي؟ تجربتي في فرنسا انا شايفها الحمد لله ناجحه لاول سنه ان انا اطلع اوروبا، يعني لان ماركت الاجوان عامه مش سهل قوي في اوروبا، خصوصا انا عندي 29 سنه او 30 سنه، فالموضوع كله مش سهل يعني. فانا الحمد لله عملت اللي عليا هناك وقدرت ان انا اروح فرقه في دوري اسباني درجه اولى، فان انا اطلع من درجه ثانيه في فرنسا للدوري الاسباني درجه اولى ده بالنسبه لي نجاح كبير جدا. هل بشكل عام الاستفاده من الدرجه الثانيه في فرنسا احسن اكبر من الدوري المحترفين في مصر؟ وايه اللي استفدته في فرنسا كدوري درجه ثانيه؟ الاستفاده اكبر بكتير، انا قلتها قبل كده، في مصر هنا في دوري المحترفين انت مجرد عشان تلعب ماتشات ليفل عالي، هم اربع خمس ماتشات اللي بين الزمالك والاهلي، مش تقليلا خالص من الفرق التانية، بالعكس هو عشان بس الاهلي والزمالك يعتبر هما اللي فيهم عدد اللعيبه الاقوى في الدوري، لكن انت بره انت بتلعب 30 ماتش في الدوري لازم تلعب في نفس الريتم، ما ينفعش ان انت تقل. ده الفرق، انك بره كل ماتش بتلعبه كانك بتلعب اهلي وزمالك هنا، ده كان الفرق بالنسبه لي. فمجرد اما كنت بلعب اربع خمس ماتشات في الزمالك هنا، زمالك واهلي، فلما كان يبقى مستواي مثلا 30% هنا، بقيت بلعب الماتش اهلي وزمالك الاربع خمس ماتشات ده بلعبه 30 ماتش، فبتخلي نفسك تخيل بقى انت بتلعب هنا اربع خمس ماتشات بقيت بتلعبهم 30 ماتش. انت حاليا انتقلت النادي سانفن الاسباني، تقيم الخطوه دي ازاي وليه اخترت النادي ده بالذات؟ وهل كان في عروض ثانيه بس فضلتوا عليهم؟ في عروض ثانيه، كان في عروض في سلوفينيا وصربيا، والنادي الاسباني ده انا اخترته بسبب المدرب، مساعد مدرب المنتخب، هو المدير الفني للفريق ده في اسبانيا روبن جارابايا، وال انا اخترته راحه نفسيه، وانك تبقى رايح مع مدرب عارفك دي بتفرق كتير جدا في اوروبا، لانه عارف امكانياتك، عارف شخصيتك، هيعرف يتعامل معاك ازاي. الموضوع كله ان انا اخترت الدوري الاسباني، هو دوري من الدوريات القويه في العالم كله، فبالنسبه لي كان انا شايفه الاختيار الانسب بالنسبه لي، لان الدوري السلوفيني مش من الدوريات القويه قوي ولا الصربي. كان جاي لي عروض في الدرجه الثانيه الدوري الفرنسي، بس انا قررت ان انا اروح اسبانيا لان عايز اخد خطوه اعلى شويه، وان هو روبن جارابايا كان متمسك بيك، لما يبقى مدرب عارف امكانياتك فهو تمسك بيك، حتى هناك مع رئيس النادي اتكلم ان هو محتاج الجون دوت واتكلموا معايا وخلصوا الموضوع، ما خدش 3 ايام. اخدت نصايح من علي زين او اتكلمت معاه على الحياه في اسبانيا بما انه كان لسه هناك السنه اللي فاتت؟ اكيد طبعا خدت منه نصايح علي، يعني من الناس، اخويا الكبير يعني، او مش هو اخويا، مش اخويا الكبير، سنه مش كبير قوي، بس واتكلمت معاه وشرح لي حاجات معينه في طريقه العيشه عامه هناك في اسبانيا، ويعني علي من الناس اللي انا بحبهم جدا. انت كنت السنه اللي فاتت في فرنسا، فاللغه هناك طبعا فرنساوي، السنه دي في اسبانيا، بتتعامل ازاي مع موضوع اللغه في احترافك؟ بص، بالنسبه للحراس المرمى الموضوع احسن شويه، لان انت ما بتخشش في فنيات قوي، يعني الموضوع بيبقى بسيط. انا كده بتكلم انجليش، فالموضوع يعني معظم اللعيبه بتتكلم انجليش بره، فالموضوع سهل. وفي حاجات بقى يعني في الفرنش كده، حاجات بتبقى يعني بتلقطها كده بسيطه، بس بتفرق معاك عامه. بس موضوع الحراسه عامه الموضوع بيفرق خالص في موضوع اللغه، حتى لو انت لازم تتكلم اللغه بتاعت البلد، يعني اذا كان فرنش او اسباني، الموضوع ما بيبقاش صعب قوي في الاول، بيبقى صعب بس بعد كده مع الوقت، لانه بيتكلموا في رياضه فبتبقى سهل تفهمها يعني.